هل الاحداث السياسيه مؤثره على موضوع ان الناس جايه تشتري او لا؟ اكيد مؤثره يعني برضه عشان الناس بتخاف تنزل، ومعروفه ان الدنيا دلوقتي ان يوم الجمعه ده بيبقى فيه مشاكل وفي مظاهرات، وفي عشان كده الناس بتبقى خايفه تنزل. وحتى الان يعني الاقبال متوسط او اقل من المتوسط، بس باذن الله على اخر النهار الدنيا تتحرك كده باذن الله. تمام، ايه هي رنجات الاسعار في المكان؟ رنجات الاسعار عادي، في مثلا حد بيجي يطلب ورده ممكن ياخد ورده مش مشكله، في مثلا ممكن حد رنجات البوكات بتبدا مثلا من 50 لحد مثلا زي ما حضرتك عايز لحد 180 200، الرينج المعقول يعني، في حسب كل واحد عايز ياخد قد ايه، او الرينج البوكي قد ايه مثلا. تمام، الدباديب نظامها ايه؟ رينج الدباديب مثلا في دباديب مثلا يبدا ب 40 حاجه لحد مثلا 110 120 كده، في حاجات برضه صناعي، في بوكات صناعي، بس هو الاقبال الاكتر قوي على الحاجات الطبيعيه وعلى البوكات اكتر من الدباديب شويه. بالنسبة للورد بتاعهم بتاع إقبال السنة دي قليل جدا عن السنة اللي فاتت خالص، اللي فاتت كان في إقبال أشد من كده كتير أوي أوي، الناس يعني خايفة تطلع أو مش يعني في إيه مش عارف بالظبط، على إن الجو هادي والجو حلو ومفيش أي حاجة يعني هو بالإقبال. بالنسبة لأسعار الورود، الورود في متناول أي حد كان من 2 جنيه لحد 50 جنيه لحد اللي هو عايزه. بالنسبه للدباديب والحاجات دي، دباديب الدبدوب 30، الدبدوب 40، الدبدوب 50، يعني الاسعار في متناول اي حد حسب الزبون نفسه او حسب الراجل جاي يشتري الحاجات دي. جميع انواع الورود عندنا من هولندا لمصر، جميع كل حاجه موجوده عندنا، الصناعي موجود، المستورد موجود، المصري، كل حاجه موجوده، قرنفل الامريكاني، ورد هولندي، ورد مصري، وبيول، جميع انواع الورود كلها موجوده ومتناول اي حد ان كان يجي عندنا. احنا الاسعار حاجه بتفرق عن يوم الفلنتين عن اي يوم تاني؟ بتفرق طبعا، لان الحاجات دي بتيجي اساسا غاليه، يعني الورديه ديت جايه من هولندا من ايسار من كيما مخصوص عشان الحته دي، لانها مش موجوده هنا في مصر، فبتفرق بس ما تفرقش قوي يعني حاجات يعني خفيفه برضه، لان هو المنتج نفسه هو اللي بيخلي سعر المحل يعني يغلي الحاجه.